كابتن حبيبي الوردي معاكم من حلاوي رحمه الله. واجد الرحمن مقابل سينما بغداد بدايه الشيخ معروف. احلى باجه مو مال غنم مال من؟ مال هوس مال راس بما فيه عجل مال اللسان والكروز الله عقله كله. وحمودي ما عنده عافيه ضعفان من التعانات راح ترجع عافيه قدام الباجه ان شاء الله. اللهم صل على بالباجه الرحمن عمي اسم على مسمى الباجه على بدايه الشيخ معروف. نعم جيب الراس خلينا الله اصحاب العلم خليجون اصحاب العلم. اي والله منور خالي واحد رماد الله منور واحد فرق واحد لسانك كبرى على الابواب العافيه بالعافيه يا ياسر على محمد بلش بلش باللسان بلش الله صل على محمد طلع بعض هل ايدي حط الصيد هي هاي لقمه الصياد وكله كابتن وكله خطيه وجه اصفر القوم انسان العجب خلصها 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 لا 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 الف عافيه شنو رايك؟ حبيبي عافيه مات فلفل فلفل وكله فلفل خبل خبل عزيزتك صفنا جاي يلوس دع لا لا خساره بعت عليك بعت عليك شنو الدع خلصها اللحم جمار يخب حلقوم مال عجل من يريد يحصل على القوة المفرطة باشت الرحمن باشت الرحمن على والحلة وعلى رماز المتابعين اهل الكرخ مقابل سينما بغداد لا تتنفس ما ادري ايش بيك كابتن ما ادري ايش بيك انت عاش انت عاش ما عنده عافية ما بي حيل ما عنده نشاط يجي يتزوج اربع نسوان يجي على باجة الرحمن لحم معجل تقدر تشيل راس نعم يا الله يا الله اللهم وحدوه محمد وال محمد وال محمد صوره ويا صوره بقي لك بس صوره يا هاي صوره ويا قول قول هنا على السنيه الثانيه يجري تبرع رماز المتابعين والياكل ما يدري لحم عجل عراقي باللسان بالفجوج بالمخ باجة الرحمن عراقي راح نقول يا باجة نقول باجة الرحمن ايه يا باجة الرحمن يا باجة خلي يسمعونا انت بس حتى ابو العوال يا باجة باجة الرحمن صورهم صورهم عمي باجة الرحمن دول بالعراق اضرب الله حي الله ودولاتي الناصريه نعم رموز والله رموز يلا عمي مقطع